مناسبة مهمة. أما امبارح التقينا يعني ممثلين عن الكنائس أو كنائس العراق، ويعني أنا كثير أشكر وأثني على الجهد اللي أخذوا، موقف شجاع يعني واضح عن هالمشاكل اللي نحن نعيشها، عكس اللي ماتوا لأسباب تبريرات ما لها طعم. رجل دين لازم يكون قوي، يكون صوت صارخ، يعني ما لازم يدور على مصلحة أو يعني يماشي أو يجاري الوضع الحالي. يعني البلد وين ريح اليوم؟ يعني هذا الصوت لازم يكون قوي ويكون مسموع. هذا الصوت هو أيضا ينطق بصوت الله ضد الظلم وضد كل الاعتداءات اللي تصير. يعني انا ما اقول علي، لكن على كل العراقيين. واليوم كنشوف ايش يصير ايضا فلسطين وغير مكتبه وما يهمه كانوا هيك. ونحن ما طلبنا منهم شيء، هذا اللقاء كان استثنائي انه نتداور بيناتنا ونطلع هيك بيان يعكس موقف الكنيسه. صحيح يعني شو انا حضرت، بس غير لازم واحد يحضر بعدين بكل مرونه وكل حريه. شلنا اشياء وضفنا اشياء وطلع ما يخالف، بس هو صوت يعني، بس هو صوت قوي لان الجو هي مقويه والماجو هي مضعاف. خلي يسمعوني يعني، بس هو صوت قوي لان الجو هي مقويه والماجو هي مضعاف. خلي يسمعوني يعني، بس هو صوت قوي لأن الجو هي مقوية والماجو هي مضعف. خلي يسمعوني يعني، بس هو صوت قوي لأن الجو هي مقوية والماجو هي مضعف. خلي يسمعوني يعني.